كتير مننا سمعوا عن تكيسات الموبايل اللي انتشر في الفترة الأخيرة وبتعاني منه بنات كتير جدا، وبيكون من ضمن الأسباب الأساسية اللي بيأخر الحمل، وكمان بيعمل مشاكل صحية عند ستات وبنات كتير. يا ترى ايه هي تكيسات الموبايل؟ يا ترى ايه هي الأعراض اللي بتصيب البنت؟ يا ترى ايه هي طرق العلاج في الحالة دي؟ خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي وحضرتك بتتابع قناه اوكتوس فارماسيست، حلقه كل يوم اربع فروم اي تو زد. اهلا بيك. كالعاده بنهنئ كل اصدقائنا اللي بيتابعونا وكمان بيشاركوا باجاباتهم في التعليقات، وفي نهايه كل حلقه كالمعتاد هيكون في سؤال، هتلاقي السؤال مستخبي في الحلقه او موجود في لينك منفصل اسفل الحلقه. بالتوفيق للجميع. البي سي او او البولي سيستيك اوفري او البولي سيستيك اوفيريان سيندروم، دي كلها اسماء لحاله مشهوره بنسميها تكيسات المبايض. قبل ما نبدا كلامنا عن الحاله دي، تعال نشوف الحاله دي اصلا ازاي بتحصل، يعني الطبيعي ايه هو، والمشكله دي لما بتحصل ايه اللي بيتغير في الجسم. الجهاز التناسلي للمراه بيتكون ببساطه من 2 اوفرز اللي هم المبايض، وكمان عندنا فيه فالوبيان تيوبز او بنسميها قناه فالوب، وقناه فالوب دي بتبقى صبه فيه اليوترس او الرحم، وفي النهايه في عندنا الفاجينا او المهبل. داخل المبيض في كميه من البويضات الغير ناضجه اللي المفروض كل شهر هيحصل تنشيط لبويضه او اكتر علشان يحصل ليها تخصيب. البويضات دي محفوظه داخل بوتقه بنسميها الفوليكل. كل شهر لما بيحصل نضوج لبويضه من البويضات ديت بتطلع من خارج الفوليكل دي، من خارج الحويصله اللي هي فيها، وهتمشي في قناه فالوب، ولو حصل تخصيب ليها هتكمل وتلزق في جدار الرحم وهتكبر وهتعمل جنين. اما البويضه دي لو ما حصلش ليها تخصيب هتنزل في نهايه الدوره كدوره عاديه، اللي هي بتاخد كميه الدم اللي حصل او اللي اتكون اثناء الدوره الشهريه وتنزل بشكل طبيعي. في بدايه كل شهر بيفرز هرمون من غدة موجودة في المخ بنسميها البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند بتطلع لنا هرمون بنسميه FSH من اسمه فوليكل ستيمولييتنج هرمون، واحنا لسه قايلين دلوقتي الفوليكل هي عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الغلاف المحيط بالبويضة دي. وفوليكل ستيمولييتنج هرمون معناها ان الهرمون ده هينشط الفوليكل دي، هينميها او هيحسها ان هي تكبر. لما الهرمون ده بيطلع من المخ الـ FSH هيروح رايح على المبيض، هيروح على البويضة وهيعمل لها stimulation، هيخليها تكبر. لما الفوليكل دي بتكبر بتبدأ تطلع استروجين. ناخد بالنا ان الاستروجين مش مصدره بس هو الفوليكل، لا، ليه مصادر تانية، لكن هنا لما الاستروجين يطلع من الفوليكل هيبدأ تركيزه يزيد في الدم. يبدأ الاستروجين يزيد تدريجيا، لما يوصل عند مدى معين هيبدأ الاستروجين ده يروح رايح للمخ للبيتيوتري جلاند مرة تانية، ويقول المخ انا عندي البويضة اصبحت كاملة النضج، خلاص بعد اذنك طلع لي هرمون تاني يروح يعمل انطلاق للبويضة من الحويصلة بتاعتها. يقوم المخ يستجيب ويطلع لنا هرمون جميل بنسميه LH اللي هو اليوتيلايزنج هرمون. اليوتيلايزنج هرمون هينزل في الدم وهيروح عند المبيض، هيروح على البويضة اللي حصل اكتمال نضوج ليها او نمو ليها، ويبدأ يعمل عملية الاطلاق. الفوليكل دي هتنفجر وهتطلع لي البويضة. البويضة دي قناة فالوب هتاخدها بشكل طبيعي، ولو حصل تخصيب عادة بيحصل في قناة فالوب، ويا هتكمل بويضة مخصبة وهتكمل حمل، يا مش هيحصل اصلا تخصيب وهتنزل كدورة عادية. كل الكلام اللي احنا قلناه ده الطبيعي، ده اللي بيحصل بشكل طبيعي كل شهر عند كل ست. امال ايه اللي بيحصل في حالة البولي سيستيك اوفري او في حالة تكيسات المبايض؟ في الحقيقة بيحصل كذا حاجة في جسم الست دي. اول حاجه البيتيوتري جلاند الغده الموجوده في المخ بتطلع كميه ال اتش بشكل عالي جدا، يوتيلايزنج هرمون بشكل كبير جدا، وطالما هو موجود بشكل كبير ما هوش استجابه للاستروجين هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يخلي البويضات تنطلق من الفوليكل قبل نضوجها، يعني عمال بيسرع عمليه خروج البويضه قبل ما بتكون ناضجه، وطالما البويضه هتخرج وهي مش ناضجه معناها ان احتماليه حدوث الحمل معاها هتبقى ضعيفه جدا، ولو حصل حمل هيبقى حجم البويضه صغير وعاده الحمل ما بيجملش. بالاضافه ان هرمون ال اتش او اليوتيلايزنج هرمون ده بيلخبط السلسله كلها، هيخلي الدوره الشهريه عند الست ملخبطه، هتلاقيها مره تتاخر عليها بشكل كبير، مره تيجي لها بدري،
بيحصل مشاكل كبيرة جدا في السلسلة الطبيعية بتاعت الدورة الشهرية. الحاجة الثالثة اللي بيعملها الـ LH ان في بعض البويضات اللي ما حصلش ليها نضج وهي موجودة في المبيض ما بتتحللش. المفروض البويضات دي بتتحلل، لا، في الحالة دي بيحصل لها حاجة بنسميها سيست، يعني تتحول لكيس صغير، تتحول لحويصلة صغيرة. ومن هنا جه اسم الحالة ان المبيض اصبح فيه كلاكيع، سيست. الحاجة التانية عند الست دي بيحصل عندها مشكلة كبيرة جدا سببها البنكرياس. عادة بنسبة كبيرة جدا عند الستات اللي عندهم بوليسيستيك اوفري بنلاقي مستوى الانسولين عندها في الدم عالي جدا، يعني الست دي المفروض ان هي هتبقى معرضة لمرض السكر. طب لما يكون الانسولين عالي في الدم ايه المشكلة؟ ما يروح يشتغل على الاماكن بتاعته، على الخلايا بتاعت العضلات وعلى الخلايا الدهنية وعلى الكبد وغيره. لكن في الحالة دي بنلاقي ان كمية الدهون كبيرة، لان الست هنا بيكون وزنها زيادة، فتلاقي الدهون دي مغطية على مستقبلات الانسولين في الخلايا بتاعته، فبيحصل حالة بنسميها انسولين ريزيستنس، يعني الانسولين موجود ولكن مش فعال، ما بيروحش يشتغل على المكان بتاعه. لما الانسولين يكون فاضي مش لاقي شغلة يعملها يبدأ يعمل لي بلاوي ومصايب تانية. من اهم المشاكل اللي بيعملها الانسولين ان هو بيزود ويحفز انتاج التستوستيرون. التستوستيرون ده اصلا هرمون ذكورة، في حالة الستات المفروض ان يكون تركيزه قليل او في الطبيعي، لكن مع وجود انسولين عالي جدا بنلاقيه يحفز انتاج التستوستيرون. التستوستيرون بتركيزات عالية بيعمل لي مشكلة في المبيض، بيخلي جدار المبيض سميك، فبالتالي بيقلل شغل الهرمونات على المبيض، وبالتالي هيقلل شغل الهرمونات على البويضات. اجمالي الموضوع ده كله ايه؟ الست اللي عندها بوليسيستيك اوفري هنلاقي عندها ثلاث حاجات عاليين جدا، هنلاقي عندها LH او ليتولايزنج هرمون مستواه عالي جدا، هنلاقي عندها تستوستيرون في الدم مستواه عالي جدا، هنلاقي عندها انسولين في الدم تركيزه عالي جدا. تعالوا نتكلم على التعريف العلمي للبوليسيستيك اوفري، امتى الدكتور يقول الست دي عندها تكيسات في المبايض؟ اول شرط ان يكون الست دي بالاشعة ظهر عندها 12 كيس او اكتر. الحاجة التانية بالتحاليل نلاقي عندها LH عالي، نلاقي عندها تستوستيرون عالي، ونلاقي عندها انسولين عالي. بكده الدكتور بيتأكد انه قدام حالة من حالات البوليسيستيك اوفري. طب ايه هي الاعراض اللي بتظهر عند الستات اللي عندهم بوليسيستيك اوفري؟ اول مشكله بتعاني منها الست دي ان بيكون عندها مشاكل لخبطه في المنسترول سايكل، يعني عندها مشاكل في الدوره الشهريه. عاده الستات بيكون الدوره بتاعتها بتتقدم يوم او يومين، تتاخر يوم او يومين، لكن مع الستات اللي في الحاله دي ممكن تقعد شهور من غير دوره، وممكن الدوره بتاعتها بتيجي فتره قصيره جدا. الحاجة التانية مفيش تبويض، بنسميه انوفيوليشن. يعني ايه؟ يعني لما تروح تعمل اشعة اثناء فترة التبويض او اللي احنا بنسميها في الايام القمرية من الدورة الشهرية، الدكتورة مش هتشوف بويضة طلعت، مفيش اصلا بويضة ظهرت. الحاجة التالتة الست هيظهر عليها عرض من اعراض الذكورة اللي احنا اتكلمنا عليه، ان في تستوستيرون عالي في الجسم. طب لما التستوستيرون يكون عالي في الجسم ايه الاعراض تظهر على الست؟ هيظهر عليها تساقط شعر وراسي اشبه بالصلع اللي عند الرجالة. الحاجة التانية هيظهر نوع من انواع حبوب الشباب، والبشرة هتبقى دهنية جدا. هيظهر عندها نمو شعر في الجسم عالي جدا، بنسميه هيرسيوتيزم، يعني هنلاقي الشعر بيظهر في منطقة الشنب، ممكن يظهر في منطقة الدقن، هنلاقيه كثيف في اماكن زي تحت الابطين واماكن العانة، وبيظهر كمان شعر حوالين حلمة الثدي. هنلاقي فيه زيادة في حجم العضلات بتاعت الجسم، هنلاقي فيه تغير في الصوت، بيكون الصوت اجش او تخين اقرب من صوت الرجالة. دي كلها اعراض بيكون سببها الهايبر اندروجينيزم او زيادة في هرمون الذكورة عند البنت دي. عندنا في كمان اعراض مهمة زي الانفرتيليتي، البنت دي عادة ما بيحصلش عندها حمل، لان زي ما احنا قلنا عادة ما بيكونش فيه تبويض، لكن لما بيحصل حتى كمان تبويض بيكون حجم البويضة صغير جدا غير كافي لحدوث حمل. هنلاقي البنت دي من ضمن الاعراض ان هي معرضة للسكر، لان احنا زي ما قلنا هنلاقي عندها انسولين عالي في الجسم، ولكن كمان السكر كمان عالي في الجسم، لان الانسولين ده مش عارف يقوم بالشغل بتاعه ويدخل لي الجلوكوز اللي في الدم جوه الخلايا بتاعته ويخزنها بشكل طبيعي. هنلاقي البنت دي عندها حالة بنسميها obstructive sleep apnea. يعني ايه؟ يعني عندها مشكلة في النوم. ايه مشكلة النوم؟ ان مجرد ما البنت دي تنام بيحصل عندها توقف في التنفس، يعني تصحى من النوم تحس زي ما يكون مخنوقة مش عارفة تاخد نفسها. وفي الحقيقة العرض ده مؤشر خطير ان في مشكلة في القلب،
وبسبب المشكله دي هنلاقي البنت دي على مدار اليوم كسلانه وعاوزه تنام، يعني لما بتيجي تنام بيحصل عندها مشكله وتصحى من النوم وهي مخنوقه، وكمان على مدار اليوم تحس ان هي عاوزه تنام ونعسانه. بالاضافه للعرض الاخير اللي هو الاوبيستي او الوزن الزياده، زي ما احنا قلنا ان اغلب البنات، طبعا مش كلهم لكن الاغلب، بيكون عندهم وزن زياده. وهنا الدكتور عشان يتاكد ان الاوبيستي او الوزن الزياده عامل مشكله مع التبويض بيعمل تحليل بنسميه MBV مين بليتلت فوليوم، هنلاقيه عالي جدا في الحالات دي، ولكن الحقيقه ان المؤشر ده بينخفض جدا لما بنظبط الهرمونات زي الاستروجين والبروجستيرون وتخفيض الوزن، هنلاقي المين بليتلت فوليوم بينزل للمستوى الطبيعي. يلا بينا نتكلم على تشخيص الحالة دي، ازاي الدكتور بيقدر يشخص الحالة دي وايه هي التحاليل اللي الدكتور بيعملها علشان يتأكد ان المشكلة دي فعلا هي مشكلة تكيسات على المبايض، او بمعنى اصح تقدر تقول كده differential diagnosis، ازاي الدكتور بيميز ما بين الحالات وبعضها. اول حاجة الدكتور لازم يطمن ان لخبطة الدورة اللي حصلت دي سببها الاساسي هو لخبطة في الهرمونات، مالهاش اسباب تانية. هو ممكن يكون في اسباب تانية؟ طبعا ممكن يكون فيه. زي ايه؟ اول حاجه ممكن يكون في مشكله في الغده الدرقيه الثايرويد جلاند، فالدكتور هيعمل التي 3 والتي 4 والتي اس اتش علشان يطمن ان المشكله في الاساس ما هياش تبع الغده الدرقيه. الدكتور هيعمل تحليل للبرولاكتين او هرمون الحليب، لان ممكن يكون لخبطه الدوره او تاخيرها سببه زياده في هرمون الحليب، وده اتجاه تاني خالص وعلاجات تانية خالص. الحاجة التالتة الدكتور لازم يتأكد ان تركيز الكورتيزون في الدم طبيعي، لان ممكن يكون في مشكلة في الكلى هي اللي عاملة لخبطة في تركيز الكورتيزون، والكورتيزون لما هيزيد ممكن يزود الوزن، ممكن يعمل لخبطة في الهرمونات، يعمل لخبطة في الدورة وغيرها. والدكتور كمان هيقيس تركيز التستوستيرون، زي ما احنا قلنا ده من ضمن اهم العلامات المميزة للبوليسيستيك اوفري، وكمان هيقيس تركيز الانسولين في الدم. ولو حضراتكم متابعينا في حلقات الدايبيتس ميليتس هتعرفوا ان لما بقيس الانسولين بقيس معنى اصح السي بيبتايد. بالاضافه لتحاليل زي الاتش سي جي اللي هو الهيومن كوريوجرانوتروبين، هيعمل تحليل الاف اس اتش اللي هو الفوليكل ستيميليتنج هرمون، وكمان تحليل الال اتش او اليوتيلايزنج هرمون، بالاضافه لتحليل الليبيد ليفل عشان يشوف تركيز الدهون في الدم عامله ايه. طب ده بالنسبه للتحاليل. طب بالنسبه للاشعه، هل الدكتور بيعمل اشعه؟ الحقيقه الدكتور بيعمل ثلاث انواع من الاشعه. اول حاجه بيعمل اوفيريان التراسونوجرافي، وده بيكون عن طريق المهبل. الدكتور بيخش بالجهاز وبيحاول يقرب لاقرب نقطه للاوفري علشان يشوف حاله الاوفري نفسها عامله ايه. الحاجه الثانيه الدكتور بيعمل بيلفيك سيتي سكان او MRI. الحقيقه ان الاثنين دول اشهر حاجتين الدكتور بيعملهم، لكن في عندنا كمان حاجه ثالثه الدكتور بيعملها في حالات معينه فقط. الدكتور هنا بيخش ياخد عينه من الاندومتريوم او معنى اصح النسيج الداخلي الخاص بالرحم. هنا الدكتور ما بيعملش الحكايه ديت غير اذا كان هو شاكك ان في اورام ولا لا، فالحاجه دي بتبقى حاجه نادره، دي ترجع للدكتور نفسه. لكن في الطبيعي الدكتور بيعمل اول نوعين من الاشعه زي ما احنا قلنا، بالاضافه للتحاليل بتاعت الدم، وكمان بالاضافه للاعراض اللي ظاهره قدامه. يلا بينا نتكلم على المانجمنت اوف بوليسيستيك اوفري، ازاي الدكتور بيعالج الحاله ديت ودورنا احنا كصيادله ايه في العلاج. اول حاجه واهم حاجه والحاجه الاساسيه اللي الدكتور بيتكلم فيها مع كل البنات اللي من الشكل دوت، تغيير اللايف ستايل، تغيير نمط الحياه. يعني لازم ننزل الوزن، لازم نعمل رياضه قويه جدا، لازم نهتم بالميه، لازم نهتم بالصحه بشكل عام من ناحيه الاكل والخضار وغيره، لان من ضمن الاهم الاسباب في لخبطه الهرمونات ان البنات بياكلوا اكلات كتير جدا من بره من المطاعم، وعاده انواع الاكلات دي بيكون محطوط عليها هرمونات عاليه جدا، فطبعا دي بتلخبط الدوره وبتلخبط هرمونات الجسم بشكل عالي جدا. ودورنا هنا في النقطه دي كصيادله ان احنا لازم نعرف البنت دي انها معرضه لكميه مشاكل كبيره جدا، معرضه لمشكله في الكوليسترول وطبعا ده هياثر على الاوعيه الدمويه، معرضه لمشكله زي مشكله السكر وطبعا ده خطر على صحتها، وكمان معرضه لمشاكل ثانيه زي مشاكل السرطان لا قدر الله، بالاضافه لمشاكل خاصه زي الضغط ومشاكل القلب وغيرها. فاصبح تغيير نمط الحياة أو تغيير اللايف ستايل بالنسبة لها ما هوش رفاهية، ده أصبح حاجة أساسية لصحتها والعلاج الحالة اللي هي بتعاني منها. الخطوة الثانية اللي الدكتور بيشتغل عليها هي خطوة الفارماكوثيرابي، الأدوية. الدكتور إزاي بيعالج الحالة دي؟ الحقيقة هنا الدكتور على حسب بنسميها البيشنت بريفرنس، يعني تفضيلات المريضة ديت. هل هي مثلا المريضة عندها مشكلة بس ان لخبطة الدورة مزعلاها فنقوم نعالج المشكلة دي، او الست دي عندها مشكلة في الحمل ومحتاج ان هي تحمل لان ما حصلش قبل كده ولادة، ولا الاثار اللي ظهرت عليها زي زيادة نمو الشعر وحب الشباب والكلام ده هو اللي مضايقها. على حسب راحة المريض نفسه،
دي من ضمن الحاجات، بالإضافة إن الدكتور بيحاول يعالج الحالة نفسيها. أول نوع من الدواء اللي هنتكلم عليه هي الأورال كونتراسيبتيفز، يعني حبوب منع الحمل. هتقول لي حبوب منع الحمل ازاي والست اصلا ما يحصلش عندها حمل؟ لا، هنا حبوب منع الحمل ليها دور كبير جدا في تظبيط الدوره، تنظيم الدوره عند الست دي. طب وازاي حبوب منع الحمل هتظبط الحاله دي؟ الحقيقه الاستروجين والبروجستيرون الاثنين لهم دور فعال جدا في كذا حاجه. الحاجه الاولانيه بتقلل مستوى التستوستيرون وتاثيره على المبايض. الحاجة التانية بتظبط مستوى الهرمونات الطبيعية في الجسم بشكل طبيعي، فمعنى كده هيحصل معاها دورة، هيحصل معاها منستيريوال سايكل بشكل طبيعي جدا. نقف هنا في نقطة مهمة جدا، لازم نوصل للست دي ان حبوب منع الحمل هنا علاج، والموضوع هيطول، مش هياخد يوم ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين، ده ممكن يوصل لسنين. فحبوب منع الحمل هنا هي فعلا هتمنع الحمل، ولكن في نفس الوقت هتظبط الدورة، ولازم ننبه عليها بشكل كبير جدا ان ما تلخبطش فيها، تستعملها كأنها فعلا محتاجة تأخير الحمل، تستعملها كأنها وسيلة من وسائل منع الحمل، ولازم الست تكون مهيئة نفسيا للحكاية دي. يجي هنا السؤال، ايه افضل الانواع الموجودة في السوق ان انا ممكن استعملها كحبوب منع الحمل وتديني ميزات اضافية؟ الحقيقة افضل نوع موجود في السوق حاجة زي الياسمين. اشمعنى حبوب الياسمين؟ اولا هي فيها استروجين وبروجستيرون. الاستروجين خلاص معروف مفيش خلاف عليه، اما البروجستيرون الموجود فيها بنسميه دروسبيرينون. طب ايه ميزه الدروسبيرينون؟ هو في النهايه بروجستيرون، لكن ليه كمان وظيفه اضافيه بنسميها انتي اندروجينيك هرمون. فهنا الدكتور بيلجا الادويه دي عشان يقلل مستوى التستوستيرون للطبيعي. خلاصة حبوب منع الحمل او الاورال كونتراسيبتيف انها تعمل لي ميزات كتيرة جدا، انها هتظبط لي البيريود عند البنت دي. الحاجة التانية هتظبط لي مستوى الهرمونات في الدم ال LH وال FSH، وكمان هتقلل لي التستوستيرون، فبالتالي هي اصبحت هنا علاج. فما نستغربش لما الدكتور يكون كاتب لواحدة عندها بوليسيستيك اوفري نوع من انواع حبوب منع الحمل، واحنا دورنا كصيادلة ناكد عليها ان ده علاج زي ما قلنا. النوع التاني من العلاجات بنسميه انتي اندروجينيك دراجز، يعني ادويه هنستعملها عشان تقلل مستوى التستوستيرون في الدم. اول حاجه منهم السبيرونولاكتون. لما نشوف بنت مكتوب لها سبيرونولاكتون تعرف ان الدكتور مش عاوزه هنا كمدير للبول، لا هو الدكتور هنا عاوزه علشان السايد افكت بتاعته اللي هو هيقلل مستوى التستوستيرون عند البنت دي في الدم. الدواء التاني اللوبروليد، والحاجة التالتة الفيناسترايد. طبعا انا عارف ان الفيناسترايد مكتوب على العلبة بتاعته بالخط العريض لا يستعمل الا للرجال فقط، فلما تلاقيه مكتوب لوحدة في الوصفة بتاعتها تعرف على طول ان الحالة اللي قدامك دي حالة بوليسيستيك اوفري. فلما تيجي البنت تناقشك في حاجة زي كده تفهمها ان العلاج ده بيقلل هرمون الذكورة، فهي بالنسبة لها الهرمون ده عالي واحنا عاوزين نقلله. ولازم كمان نعرف البنات ان كل الستات بلا استثناء عندهم هرمون ذكورة زي الرجالة، ولكن بمستويات مختلفة تماما، زي ما الرجالة برضو عندهم هرمون الاستروجين. طيب العلاجات دي الدكتور هيستعملها امتى؟ هيستعملها لما بيكون عندنا اعراض ذكورية عند البنت، زي ما احنا قلنا الهيرسيوتيزم او الشعر بيكون زايد، الصوت هيكون عالي، او العضلات بتبقى زايدة. الحاجة التالتة اللي بنظبطها حالة الهايبر جلايسيميا. الست دي زي ما احنا قلنا بيكون عندها مستويات عالية جدا من الانسولين، وكمان مستوى عالي من الجلوكوز في الدم. وهنا الدراج المشهور ايه؟ هنا عندنا الميتفورمين، طبعا ده دراج اوف تشويس في الحالة ديت. الحقيقة الميتفورمين ما بستعملوش هنا عشان يخفض لي السكر وبس. الحقيقة الميتفورمين ليه كذا وظيفة أساسية في حالة البوليسيستيك اوفري. أول حاجة شيء طبيعي إن هو من ضمن شغل إن هو هيخفض لي السكر، هيروح على مستقبلات الأنسولين في الكبد وفي العضلات ويفتحها، فبالتالي يخلي الأنسولين يشتغل على المستقبلات بتاعته. معنى كده بدل ما الأنسولين عندي يكون موجود بزيادة جدا في الدم ومش لاقي حاجة يعملها وعمال يعمل لي مشاكل ويزود التستوستيرون، لأ تعالى شوف شغلك بعد إذنك وروح على المستقبلات بتاعتك. فطبعا الميتفورمين هيحسن جدا من حالة مستوى الأنسولين الزايد في الدم. الحاجة التانية بيقلل من انتاج الكبد للجلوكوز، زي ما احنا عارفين ان الكبد بيحول المصادر ما هياش كربوهيدرات زي البروتين وزي الدهون بيحولها الى جلوكوز، فهنا الميتفورمين هيقلل الخطوة ديت، فبالتالي هيحسن مستوى السكر كمان في الدم. كمان بيقلل امتصاص الجلوكوز من الامعاء، وبكده كمان هيقلل مستوى السكر ويحسنه في الدم، بالاضافة انه بيزود معدل حرق الجلوكوز جوه الخلايا في الجسم.
ونقطة الحرق دي هي النقطة الأساسية اللي الميزة بتاعت الميتفورمين بتعملها لي، إنه هيقلل الوزن مع الوقت. فبالتالي الست اللي بتعمل رجيم ورياضة ومعاها كمان ميتفورمين هتلاقي مستوى الوزن عندها بيقل، وكمان لما مستوى الانسولين في الدم هيلاقي شغل ليه، فمعنى كده ان تركيز الانسولين في الدم لما هيقل هيقلل من زيادة تركيز التستوستيرون، فهو هيعالج المشكلتين، هيقلل الانسولين وبشكل غير مباشر هيقلل لي مستوى التستوستيرون في الدم. الحاجة الرابعة اللي الدكتور بيشتغل عليها حاجة بنسميها سيلكتيف استروجين موديوليتورز، او معنى اصح العلاج المشهور هو كلوميفين سيتريت او الكلوميد. لما حضرتك تسمع كلمة موديوليتور معناها ان الدواء ده بيشتغل في مكانين في الجسم بميكانيزمات مختلفة عكس بعض. اول حاجة الكلوميفين سيتريت لما بيوصل المخ بيقفل المستقبلات بتاعت الاستروجين. معنى كده ايه؟ معنى كده ان المخ هيحس ان انت عندك فيه مشكلة في مستوى الاستروجين في الدم بالرغم ان هو موجود، ولكن العلاج ده قفل المستقبل بتاعه في المخ. طب ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه زيادة من الـ FSH وزيادة من الـ LH. وناخد بالنا ان اصلا مستوى الـ LH في الدم عالي، لكن مع كلوميفين هيزوده، هيزود الاثنين، هيزود الـ FSH وهيزود الـ LH. الخطوة الثانية اللي بيعملها الكلوميفين سيتريت ان هو بيروح على المبايض وبيقفل مستقبلات الـ LH فقط. طب هنا ايه الميزة؟ هنا خدت ميزتين مش ميزة واحدة. الميزة الاولانية زودت مستوى الـ FSH في الدم، يعني ايه؟ يعني اديته فرصة ان هو يكون تركيزه عالي جدا، فبالتالي هيزود من حجم الفوليكل بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت انا قللت من شغل الـ LH اللي كل شوية عمالة تروح تستعجل بويضة ان يحصلها الوتيلايزنج، انها تطلع من قلب الحويصلة بتاعتها، فبالتالي اديت فرصة كمان زيادة ان البويضة تكبر وتبقى ماتشورد او تبقى ناضجة بشكل طبيعي. طب استعماله بيكون ازاي؟ بيكون 50 ميلي جرام كل 12 ساعة، عادة بيستعمل من اليوم الاول للدورة ومعانا لغاية التاني او تالت يوم من الدورة كل 12 ساعة لمدة 5 ايام. في خلال الخمس ايام دول زي ما احنا قلنا عمل وظيفتين بتاعته، وظيفة على المخ ووظيفة على المبايض. لما بخلص العلاج بتاعي الكلوميفين ووقفته، يعني تركيزه في الدم قل، معنى كده ايه؟ معنى كده ان مستقبلات الـ LH في المبايض اصبحت مفتوحة. هنا هيكون عندي تركيز عالي جدا من الـ LH، لما يروح يشتغل على المبايض هيلاقي ان البويضة بتاعتي اصبحت ناضجة جدا، فلما يشتغل بالمفعول بتاعه هيبدأ يطلق لي البويضة وهنا يحصل حمل، لان هيكون حجم البويضة اللي انطلقت حجمها كبير تنفع انها يحصل لها تلقيح. علشان كده الكلوميفين الدكاترة بيستعملوه في حالة ان الست دي محتاجة ان يحصل حمل، لكن لو الست دي بتعاني من اي اعراض تانية او انها مش عاوزة يحصل حمل الدكتور مش هيقرب اصلا من العلاج دوت. والحاجة الاساسية في العلاج ده لانه قوي جدا، عادة بيحصل معاه حدوث توائم، علشان كده الستات العاديين لما بيحتاجوا ان هو يحصل توائم بياخدوا العلاج ده بنفس التركيز اللي احنا قلنا عليه. بالاضافه ان لو ما حصلش حمل في الشهر الاولاني الدكتور عاده بيرفع الجرعه ويخليها 100 ملي جرام كل 12 ساعه في الشهر الثاني. بالنسبه للمشاكل الخاصه بحب الشباب ومشاكل زياده نمو الشعر، هنا الدكتور هيبدا يعالج حب الشباب على حسب الحاله اللي قدامه، يعني هيديها غسلات خاصه بالبشره الدهنيه، هيديها واقي شمس، هيديها علاجات عباره عن حاجات موضوعيه او حبوب مضاد حيوي، وهنا العلاجات على حسب حاله البنت دي. بمعنى اصح ان في بعض الادويه ممنوعه على البنت دي لو هيحصل عندها حمل، وفي حاجات مش ممنوعه ممكن تستعملها بشكل طبيعي لو احتماليه الحمل قليله او مش موجوده. وهنا دور الصيدلي ان ينبه على الست دي ان في ادويه معينه ممنوعه مع الحمل. بالنسبه للهيرسوتيزم او زياده الشعر في الجسم، عاده الدبلاتورز العاديه زي الكريمات زي الامواس غير مستحبه لانها يكون ليها مشاكل ومش هتبقى فعاله بشكل كبير. هنا بننصح عاده بالاجهزه الليزر، لان استعمال اجهزه الليزر هيريح البنت دي فترات كبيره جدا ممكن توصل لخمس سنين تكون الحاله اتعالجت وما ترجعش ليها مره ثانيه. الحاجه الاخرانيه الدكتور عمل كل الكلام دوت ومشي على كل الخطوات دي، ولكن في النهاية المشكلة لسه مستمرة، هيبقى الحل الأخير هنا هو الجراحة. عادة الدكتور بيشتغل في الجراحة على أساس إيه؟ زي ما احنا قلنا إن التستوستيرون عمل زي غلاف صلب حوالين المبيض، فالمبيض مش عارف يقوم بدوره بشكل طبيعي، الهرمونات لا هي عارفة توصل للمبيضات عشان تنشطها، وكمان المبيضات مش عارفة تنطلق من قلب الحويصلة بتاعتها وتنزل في قناة فالوب، يبقى الحل بتاعها هنا إيه؟ أعمل مجرى جديد ليها. طب ايه هي اهم الجراحات المستعمله في الحكايه دي؟ اول حاجه الكتروكوتري، الحاجه الثانيه الليزر دريلينج، او اخر حاجه دكتور بيعمل مالتيبل بايوبسي. كل الكلام ده ايه الفايده منه؟ ان انا احاول اعمل مجرى جديد
او كذا مجرى جوه المبيض ان بحيث تنطلق منه البويضات ويحصل الدوره بشكل طبيعي. ولو كل الكلام ده فشل يبقى الحل الامثل في حاله حدوث حمل هو اطفال الانابيب. في النهايه اتمنى ان انا اكون قدمت الموضوع بشكل مبسط وقدمت معلومه جديده لحضرتك. ده سؤال الحلقه، ما تنساش دور على الاجابه وسيب لي اجابتك في التعليقات. كل الماتيريال اللي احنا استعملناها والفيديو نفسه وطريقه تحميل الفيديو موجوده في لينكات اسفل الفيديو دوت. يا ريت لو عجبك محتوى الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا واشوفكم الحلقه الجايه من اوكتوبس فارماسيست. في امان الله.